الفرع المتنقل الأول على مستوى البنوك الإسلامية في العراق. يهدف الفرع المتنقل إلى خدمة المواطنين في كافة أنحاء العراق من الأماكن البعيدة عن مراكز المدن التي لا يتواجد فيها مصارف، والتواصل مع المواطنين ورفع الوعي المصرفي لديهم وتخفيف معاناة التنقل. يتميز الفرع المتنقل بشكله الأنيق على شكل حافلة متوسطة الحجم ومجهزة بأحدث المواصفات التكنولوجية والأجهزة الذكية والتقنيات المصرفية الحديثة لتقديم خدمات فتح الحسابات وإيداع وسحب النقود وحوالات ويسترن يونيون وصكوك السفاتج وبطاقات الدفع المسبق لصرف رواتب الموظفين المواطنة رواتبهم لدى المصرف. وأيضاً يمكنكم الاستفادة من الخدمات البريدية للبريد العراقي مثل بطاقات مدفوعات إيباي وكيكارد وسويتش، وكذلك سحب رواتب الموظفين والمتقاعدين ونقاط البيع المباشر زيان كاش وآسيا حوالة. كل هذا من خلال الفرع المتنقل للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية بالتعاون مع شركة البريد العراقي.